يعني. ليه يفضل مشوار واجمل على ناطرنا بيتي ولاد صغار وانت حبك غاضرنا. كنت مالك انا انيل منك صار. قل له يا حبيبي هي اللي قلبي حبه ما دام القصه كبرت ما عندي شي يتخبى. ناديتيني منتهى خلص كنت رح اسالك. طيب طيب شو بدك قولي؟ خلصينا انا اسالك على حالك يا طيب عمي شو بك؟ يلا خلص معي شو بدي قدام الدنيا كلها اديتي معي كل الناس تعرف اخباري كلها عشان امبارح وقتها ماشي حكيت في التليفون؟ الصبح معي شو بدي اشمعنى يعني؟ قدام الدنيا كلها مرانا كم واحد الصبح بعدين وقفوا وين الانتخابات ما صارت؟ هلا مش كل اساس تمسك. اسمعني انا ما مو مطمن للي حيصير والله والله جد حيقدم لا حيقدم ولا حيصير لا حيقدم ولا حيصير الشغل يعني اللي مفكر فيه ما حيقدم ولا حيصير بس لا ما يعني انت عارف يعني اللي بينه وبين الناس شوفي لا محمد يا حبيبي محمد جد انت عارف اللي بينه وبين الناس هذول اللي موجودين والله جد بحكي اخي ما حيصير ما 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 له ما له تاثير ما له تاثير يتجوزوا بين نتجوز الله خير اخي حتجوز 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 يلا يا خوله يلا حبيبتي شو خلصتي ولا لسه؟ ايش؟ كنت انت ويحيى عم تتخانقوا ما اتخانقنا بقول لي تعال روح تعال بس استنى بس اسالك بس تعال روح تعال استنى ما اتخانق مع يحيى يعني. كفي تعال روح تعال استنى كمل ما عم تفكر عم تستنى الشباب ليه ناصر 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 اشتغل ببطل 50 شغلة انا دخلت بالسنوات ما حضرتكم بالدرج اللي جنب اخذت ناصر ناصر ها اجاني اجت جاله تقول له تعال شوي قال لي لحظه لا ما تكنسلنا عشان بنت خلصتوا ما عم اقول لك بنزل الشارع ما حدا فاضي تقول لي لحظه عشان قول اي لحظه انت ناديتني بس هذا هو الموضوع ما اطايق حدا هون انا ليش انت كل يوم هيك هيك لانه بحاول انه انا اضبط المواضيع ما بتزبط خلص حلو عني والله انا جاي هنا عشان شغله واحده بس واوصلها وحوصل باذن الله الله معي اي والله لا ما اصلا ممكن اعيش زي والله العظيم زي الديناصورات لحالي مش مشكله عندي ولا بهمني ولا بيمني اي حد اقسم بالله سيجي يقعد يعمل حركات حبكي انا الله يخليكم حكوني لاني ها ومين قال لك ما بده يحكي لا لا ما في انا ويحيى غير يعني انا ويحيى مهما ما صار انا ما بحكي على يحيى يعني غير 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 انا غير. سالته قال لي ما في شيء ايه انا سالته قال لي ما في شيء شو سالته ايه لا لا ما في شيء ما في شيء ما في شيء يا حبيبي انا ما بس في ناس كثير بتبين يعني واسئله اليوم ما عجبتني في شيء عجبني فيه اكيد راح يكون في شيء راح يعجبك في شيء ما راح يعجبك طبعا الجمهور يعني ما بقول شيء يعني. بالعكس انت ما تخلي هذا الشيء ياثر علي لا لا مو مأثر علي يعني في اول سؤال انه ناصر انت عم تفرض شخصيتك انا هاي شخصيتي ثاني سؤال انت يعني هل انت بتقلد قويدر ولا انت هاي شخصيتك عم يسال وعادي ثالث شيء انت بتحب ولا لا وشو فيها لا هلا هذا السؤال ما بحب يتسال لانه ما بعرف ارد عليه انا قلت عم فعلا انا عم بحاول يعني انت عارف انت عارف صح ولا انا فنك ما عرفتي انت الثاني انا ما عارفه شيء انا حالي ما عارفه انا يعني في كم سؤال ما شفت انا كيف جاوبت عليه الثاني لما تعصبت ما بعرف ليش قلت اللي عنده اللي يعني قلت اللي مو عاجبه لا يبعت لا يبعت مسج ايه ما كان عليك تقول هيك ايه ما كان علي صوتي ما كان عليك تقول هيك
هيك انقهرت ما بعرف اللي قلت له عجبه عجبه ما عجبه عليه بعدين. انا هي شخصيتي. المشكله الكذاب والمنافق هو اللي بيمشي يعني اللي والله اللي بيكذب وبيعمل حاله منيح وانا ملاك هو اللي بيمشي. اما الانسان الصريح بيكون هو الظالم. يعني انا ما فهمت لهم يعني الـ 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 الاحد اللي فات كنت انا مظلوم. ما بتعرف المثل؟ انا دائما بقول هالمثل، نام مظلوم ولا تنام ظالم. اجى هلا يقولوا علي انت ليه بتفرض شخصيتك على بالاكاديمي؟ ما بتعرف المثل اللي بيقولوا نام؟ لا انا ما بظلم حدا، انا بعرف الله منيح. مو عبد او بني ادم رح يقرا. ما بتظلم حدا لكن بتعصب كثير. ايه بعصب كثير، بعصب على الغلط كتير. بعصب على نفسي وبعصب على الغلط. اكيد لازم اعصب. ومرات بحاول انه انا اتلاشى العصبيه، ومرات بحاول انه كذا. هم بني ادمين ما بحب، ما بدهم يتلاشوا العصبيه معي، كيفهم يجربوا. ولسه يعني اللي بعت لي، ما بعرف مين بعت لي، ساره يمكن، لا ساره اللي قالت لي شكرا ساره لك، ما بعرف مين بعت لي انه انت فارض شخصيتك. انا لسه ما ورجيتكم شيء، لسه ما فرض شخصيتي، لسه انا بقول يا هادي. واذا كنت فارض شخصيتك شو فيها؟ ما فرضت شخصيتي انا، بدكم تشوفوا افرض شخصيتي؟ لسه ان شاء الله لو قعدت هون حتشوفوا الشخصيه، حتشوفوا شخصيه ناصر جد. انا هلا قاعد عم بقول يا هادي، لسه انا ما عملت شيء لهلا، ما طلعت اللي عندي كله، ما طلعت شخصيتي، ما طلعت اي شيء، هذا لسه هيك بقول يا هادي انا. يعني المسج اللي وصلني تقبرني ناصر انت امر بشخصيتك وبعصبيتك، لسه هاي ولا شيء هاي قدام انه انا جد. لو بدي افرض شخصيتي ما بخلي حد يفتح تمه، بس انا ما بدي اعملها غابه جد. لو بدي اعملها بعملها، وعندي الاولويات والله العظيم اقسم بالله. وتقال لي هالكلمه وبالكلام وبالنظره ممكن اكسر عينه، بس انا بني ادم جاي بصراحه بدي اركز. انا صرت اركز يعني اللي اخذني منهم واطنش الايفلات والهذا. شفت بعيني يا حبيبي. حبيبي طب روح الاستوديو. لا مش روح الاستوديو ثاني. في ناس بدي اقول لك شغله، في ناس خوله، في ناس علي اشتغلت انت؟ لا الاولى زي هذا، زي انا ابراهيم بحبه، زي نوره. في ناس يعني جد انه بيت وحياة امي. والله يا زاهر تعرف شو مشكلتك؟ انك طيب وعنياتك. لو مو هيك كنت قمت رفستك رفسه خليت شعرك. معلش خليت، لانه قاعد عم بحكي معه وهي عم تدعي. شفتي عسل. وين الريحه؟ انا بحبه زاهر، انا بحبه كثير، بحبه لاول مره شفته. حبك حبك الايام الطيبه. احبكم الله. وانت كتعرف اول مره شفتك احبكم الذي احببتوني فيه. اهبل اهبل. انا شاهبل انا، ليش اهبل؟ لا 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 لما بعصب ضحكني زهير بس كتعرف. لما كندر كونتري شوكولاته شهيه غنيه بالحليب والحبوب المغذيه. مع كندر كونتري تمتع بالطعم، عيش النشاط.